لكم عاملين ربي بشر النبي عليه الصلاة والسلام. ابدا الفيديو مش لايك وسبسكرايب ودوس تعليق بقى خلاص. دلوقتي هنعمل تجربة العسل. تجربة العسل. بس انا مش لاقي ازازة صغيرة فجبت الازازة دي. حلو صح؟ هنحط مثلا لغاية هنا عسل عشان لو باظت. بس دلوقتي هنجيب العسل ونرجع. انا العلم انا هجربها لوحدها. هجرب العسل لوحده. عسل لوحده. والباب بطلون مرات يفتح. ايوه الحمد لله. بص بقى انا حطيت كمية بسيطة يعني عشان يفضي معايا كده. يلا يا باشا. انا عايز بس بقى ما يغرق. يا لهوي. انتوا عارفين في استمتاع يا ريت وانا بهدل في الزجاجة. معلقة معلقة بسرعة معلقة بسرعة. لحوسة الإزازة لحوسة رهيبة. لم يوجد لحوسة من قبل. غالبا محتاج حبة كمان. استنى نعمل كده عشان ما يبهدلش الدنيا. بس كفاية 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 الحمد لله. انا بحب العسل الابيض جدا. يا لهوي. اصل شفت اغلبية التجارب اللي بتنجح بتكون ان هي بتاعت العسل الابيض بس لوحده. فانا دلوقتي بورت الازازة خالص مولس. ايه فهنغسلها ونرجع لكم تاني. ثانية واحدة. دلوقتي غسلنا الازازة وبقت قشطة اهي. احنا عاملين بقى دلوقتي مش هنرد كده كده. لا مش هنرد كده. قصدي مش هنرج كده. هنرج كده. حط انت شايل الورقة دي عشان نبين في ايه. فهنفضل نعملها كده كده. بس تشد بقى. ده بقى الشكل النهائي. انا بحب العسل الابيض بس مش قوي يعني. هنحطها في الفريزر لمدة نص ساعة أو ساعة ونرجع لكم تاني. مش هنحطها كده. هنحطها كده. هتتحط كده. ها نرجع لكم نص ساعة ونرجع لكم. وهبص عليها بعد نص ساعة قبل ما افتح الفيديو. او هفتح الفيديو وانتوا معايا. ولو ما ظبطتش بعد نص ساعة هسيبها ساعة. ماشي نرجع لكم تاني. طبعا نفتح الفريزر ونطلع عسل. بسم الله يا رب تجربني. يا رب التجربة دي تنجح. يا رب املي ما يضيعش فيها. يا رب تنجح. يا رب تنجح. يا رب يا رب يا رب. الحمد لله ظبطت السيكة. ايوه اهي اهي اهو. احساس غريب ان انت بتشرب عسل. بس كده بقى. احنا ما بنعملش بقليل. بس كده بقى.
اهي طبعا اهي. بص هنبدأ نعملها كده، بس يا جماعة ده كان فيديو النهاردة، سلام.